مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. حكيت على الخلافات داخل الائتلاف الحكومي وهي خلافات واختلافات واضحة. مثلا ما نجحتوش أنكم تصحوا في هك الميثاق هذاك نتاع الائتلاف الحكومي وغيرها من التصريحات وتصريحات المتناقضة. العلاقات بين الأحزاب المكونة للحكومة يوميا تصريحات هذا ضد هذا وكذا، ورئيس الحكومة التزم صمت في أغلبيتها ولا في كلها تقريبا، التزم صمت واكتفى بالمشاهدة. خلينا نسأل سريعا في علاقة بالسياسة، شو علاقتك برجل الغنوشي، برود أو قطيعة؟ لا ما فماش قطيعة، فما تشاور ونحكيه. شوف راهو التوانسة فماش برود، هذه مش نقول لك هذا الائتلاف راهو ما ديما نقول راهو ما يلزمناش ننساو نفكروا كيف جيت انا وكيف جاء الائتلاف هذا. جاء في مسار انه الحزب اللي فاز في الانتخابات جاته فرصه انه يكون حكومه ما كونهاش، ومشات العمليه بسلاسه وفي كنف الدستور والديمقراطيه. رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه اختارني بعد ما رشحوني زوز احزاب وبارك الله فيه، وانا عملت تصور وقدمته لاحزاب وقت اقتنعوا 90، فما شكون اقتنع 50، فما شكون اقتنع 60. المفيد الحكومه هذه اللي كوناها صادق عليها البرلمان بنسبه قريب 60%، 129 نائب، انطلقت تشتغل. الائتلاف الحكومي هذا وراهنت وراهنا الكل انه نزيد ونبنيه الثقه بالعمل، معرفتنا ببعضنا بتقريب وجهات النظر، وكي نحطوا التونسي في القلب هو السياسات العموميه بتاعنا من اجله هو، رانا ماهيش باش نختلفوا برشا. كي نحطوا الجوانب الهامشيه والعرك الهامشي، وديما نقول لهم راهو في نفس الحزب تنجم تلقى ثلاثه اربع اراء، يبعناك في حكومه فيها اربعه وخمسه اطراف. اما كي نحطوا مصلحه التونسي كيما حطيناها في الكورونا، كيفاش نجح الائتلاف هذا يخدم مع بعضه كانه عنده 10 سنين يخدم مع بعضه في الحكومه. الوزراء جايين يكسروا في راسهم وزير التكنولوجيا ووزير الماليه ووزير الشؤون الاجتماعيه وزير الجامعات المحليه ووزير النقل ووزير السياحه، كلهم كل واحد من حزب واحد مستقل. الناس الكل حاطه مصلحه البلاد، حاطه صحه التوانسه، صحه هذا قدرنا باش نتحكموا. الائتلاف نسيناه شوي، يمكن نسيناه لانه اعطانا تفويض كيف كيف زاد، ماهيش حاجه سهله. اعطانا تفويض اليوم رجعنا بشويه، ماهيش حاجه سهله. اول مره تصير برلمان يعطي تفويض ب 177 نائب الى السلطه التنفيذيه، ثقه كبيره، وان شاء الله نكونوا عند الثقه هذه لانه استعملناه في التفويض اللي اعطوه لنا، واستعملناه الى الاقصى باش نجمنا نهبطوا به كل ما خممنا فيه. الائتلاف احنا رهنا انه باش نبنيو بيناتو الثقه، صح؟ ما زالت الثقه هشه، ما زلنا نستثمر، قدرنا انه نستثمر في الثقه، قدرنا ان نرجعوا الحوار على ما ينفع التوانسة، علاقتك برجل الغنوشي على ما ينفع المواطنين برود، وعلى ما ينفع المؤسسات. فما ساعات نختلفوا ويولي فما نوع من البرود، والحقيقة ما فماش علاش يلزمني اختلاف فما في وجهات النظر، واختلاف صريح، انا صريح مع الناس الكل. برجل الغنوشي وساعات نتفاهموا الهدف نتاعنا انه نقدموا بالبلاد. اعتبر هي الخروج بالبلاد بالوضع الصعيب اللي يعتبر راس الغنوشي رئيس حركة النهضة منذ اختيارك من رئيس الجمهورية أنه سيادتك الاختيار الخطأ، وأنه رئيس الجمهورية لم يختار الأفضل، هذم كلماته. واليوم قد يذهب في طرح لائحة سحب ثقة من حكومة الياس الفخفاخ، هل أنت مستعد لمواجهة لائحة سحب ثقة حتى النهاية؟ شوف انا اول حاجه اللي نحب نقول، انا كي ربي اعطاني هالفرصه هذه ساوظفها الى اقصى جهد واخر رمق واخر نهار من اجل مصلحه التوانسه. ما عندي حتى نيه خدمه روح، لانه ما كانتش مطروح. انا خذت انتخابات وهذاك الراي اللي لازم يصير، وخسرت في الانتخابات، اما اعطيت شنو حلمه نتاعي لتونس، قدمتها وطرحتها وخسرت، وقعدت في داري رغم صوته لك. ربي حب انه نجي، مانيش حاجه اللي، وهذا كي جيت انا ما فماش لا واحد عامل عليا مزيه باش وصلني، ولا فما واحد اعطاني فلوس باش عملت حمله انتخابيه باش وصلت البقعه هذه، مانيش رهين لحتى واحد. وهذاك علاش انا قلت فرصه جات ربي عطاها لي باش نوظفها من اجل تونس.
يتفقوا ويمشوا في الثنية هذه، مرحبا راهو ثنية أخرى ربي يوفقهم. أنا عندي كان الثنية هذه، عندي كان الثنية هذه مستعد للائحة التحقيق. كان جيت مانيش مستعد. شوف خلينا نقول لك، أنا كنت نجم في نمشي في الثنية السهلة من الأول، من هالأولين كنت نجم نمشي ونقبل بالناس الكل ومرحبا وأي أي تلموا أبوه على أخوه، وراني جبت 170 في البرلمان، ما خديتش الثنية هذيك، خديت الثنية الصعيبة وجبت العباد للثنية الصعيبة وما زلت نجيب فيهم للثنية الصعيبة، ماهوش الثنية السهلة هي اللي تحقق الأهداف. اليوم نجحنا في أكبر تجربة عاشتها تونس منذ الاستقلال، نجحنا فيها. النجاح هذا نحب نواصله بنفس فكر للنجاحات الأخرين للمعارك الأخرين. فإذا رأوا لو تم طرحت لائحة سحب ثقة من حكومة إسحاق فيق، هل يستقيل؟ دع حتى تقع. هذه الثنية اللي ماشية اليوم. مانيش راه أنت ترى في الحاجتين. يتقبل بقلب تونس. أول حاجة شوف. في الحكومة. شوف. لاحظ سيد إسحاق، يتقبل بقلب تونس في الحكومة أو ستكون عاجلا أم آجلا ستكون هناك لائحة سحب ثقة أو أي تصرف من التصرفات؟ لأنه اليوم الإشكالية أنه رئيس الجمهورية يرفض أو اللي أنت ترى له بالفضل، لأنه هو من اقترحك لرئاسة الحكومة وهناك علاقة انسجام بينكما ويبدو أنها كبيرة علاقة الانسجام هذه، هو يرفض أن يكون قلب تونس في الحكومة. رجل غنوشي شكون قال لك أنت الحكاية؟ هذه معلومة نسوقها أنا الآن. هو أنت معلومة ولا تحليل؟ معلومة خاطئة. قول معلومة خاطئة. بسالش قول لي غلطة. أنا قلت لك معلومة خاطئة. طيب ناخذها من عندك غلطة. رجل غنوشي يصر على إدخال قلب تونس إلى الحكومة. أنت محرج سيد رئيس الحكومة في وضع أي هذه يبدو لي. خلينا نقول لك ناحية التخميلات، خلينا نعطيك الرسمي وهذايا واحد. رئيس الجمهورية لم يطلب مني شيء من نهار اللي كلفني وأعطاني. رئيس الجمهورية اختارني لأنه نتقاسموا نفس المبادئ ونفس القيم ونفس الحلم لتونس. هذا علاش اختارني؟ لاختارني وحط لي شروط، ولاختارني وقال لي اعمل هكا ولا هكا. اختارني وقال لي تفضل كون حكومتك كيما تراه انت صالح للقيم اللي احنا نحملوها مع بعضنا. وانا مشيت في ثنية وجبت معناتها 129 اكثر من 6 احزاب صوتت. قلت لك الاقتناع فيه اللي مقتنع 100% ولا 90% وفيه اللي مقتنع 40 ولا 50%. رهنت انه كالاقتناع تو يزيد بالاداء، يزيد نعرفوا بعضنا، يزيد الوزراء يعرفوا بعضهم. فما شكون مازال يرى في جانب من الخوف. النهضه هي شريك في الحكم، النهضه مش حكومتها راهو، مش النهضه انا سميتها، النهضه ما رشحتنيش انا بالاصل. النهضه ما اقترحتنيش. النهضه شريك في الحكم. اذا شو موقفك من طلب الغنوش توسيع الحكومه وادخال قلب تونس؟ هو رئيس حزب. معلش موقفك. هو رئيس حزب شريك مع اطراف اخرين في حكومه اترأسها. اللي راه صالح بحزبه وبشخصه يتفضل يعملوا. الاطراف لكل طرف فما حوايج، فما تجاوزات قاعد نسعى باش يتنحاو، فما لحمه قاعده تتبنى نسعى باش نقويها، فما يقولوا القوانين وما تعدتش. مازال ما قدمنا حتى قانون احنا، حتى لين نجربوه احنا الائتلاف هذا، حتى لين يقدموه عمل 36 مرسوم سنراه عندما تعرض على البرلمان وتناقشت بساعات في مجلس وزراء، وفما شكون وافق من الحزب وفما شكون ما وافقش، وفي الاخر توافقنا على صيغه اللي مشات، وتوا قاعدين نعملوا على انه الائتلاف يزيد يقرب بعضه. خليه يقدم القوانين نتاعو. نجح في تجربه الحكم ك ك ك ك كسلطه تنفيذيه في اداره ازمه، معناتها هاك تشوف وقارنوا بالعباد كما دخلنا في كورس في الخمسه الاولانيين احنا تو بامكانياتنا. قاعد يعمل في قوانين باش يقدمهم للبرلمان، قوانين الاخرين هذاك ستوك، وهذاك ستوك ما نتحملش مسؤوليته انا كي تطرحوا. انا عملنا عندنا وثيقه تعاقديه، عندنا توجه صدقنا عليه، عندنا برنامج قاعدين نخدموا عليه، عندنا شهر نناقشوا فيه باش نقدموه وباش نقدموا القوانين اللي باش تمشي لتنفيذه. الائتلاف اذا صمد واذا جيب ال 73 كانوا قانون عادي، ويجيب ال 109 كانوا قانون اساسي، واوامره الترتيبيه الكل تخرج تباعا من اجل مصلحه التوانسه، يستمر. اذا رينا اللي السياسه عنده هي مصالح
للشخص ولا مصالح للحزب، انا السياسه عندي هي مصالح التوانسه والمؤسسات. اعتبر ان هذا رد غنوشي، هل اعتبر ان هذا رد على رشد غنوشي على طلب رشد غنوشي توسيع الائتلاف الحكومي وادخال قلب تونسي؟ قال مش من المعقول الحزب الثاني في فتره الانتقال الديمقراطي بدعه. هذا هو شنو اللي يقول الحزب الثاني؟ شنو هي الثيوريه هذه؟ انا عندي ائتلاف عنده 129 نائب، ما حشتيش بكثر، ما حشتيش مرفوض، ما حشتيش مرفوض. الحاجه الثانيه ما نحبش نرجع لك الديباس تيري اللي قلته وقلت علاش انا اليوم مانيش اليوم عندي ائتلاف، نخدم على انه الائتلاف هذا يتقوى عنده الانسجام في منفعه تونس. هذا يمثل كل العائلات الفكريه والسياسيه على مدى التاريخ التونسي، كل العائلات ممثله في الائتلاف هذا الكل نزيدوا، وهذا هذه وحده وطنيه حقيقيه ميز مزيفه، هذه الوحده الوطنيه حقيقيه بين العائلات في احترام اراده الناخب. اراده الناخب عبر عليها شيخ، نقول لك اختار احزاب باحجام، واختار كي توضع بين زوز مشاريع اختار مشروع واختار قيم يلزم نحترمه. انا النايب ما نقولوش راك غلط وكهو وهانا جربناك، وهذه شنو هي الفكره؟ هذا باش نرجعوا الثقه، هذاك وقت انتخابات فانا ما عنديش وقت انتخابات، انا عندي وقت انتخابات اراده الشعب وقتاش نعرفها، وقت اللي كانت 3 ملايين و800 الف مشاو وخرجوا. مش الحكومه انت الان تقدم حجج، قاعد في حجج وتفسر وتقدم في حجج ترى انت منطقيه على القول لا لتوسيع الائتلاف الحكومي بادخال قلب تونس. انا قراري هو بيدو، ما تبدلش قراري هو بيدو، ما علاش حاب نبدل. انا نرى اللي الحكومه هذه تعدات فتره صعيبه نجحت فيها، عدات قوانينها ومراسيمها في الائتلاف الحاكم، باش تعدي قانون في البرلمان، فما برشا انفلاتات حتى وان كان ثمان سحب الثقه منك. انفلاتات ما يعني لي حتى شيء، انا في البرلمان نهار اللي قبل ما يصادقوا باش تبدا الامور واضحه، قبل ما يصادقوا بدقيقه 3:30 تاع الصباح قلت لهم راني مانيش جاي طالب، انا عندي لحظه تاريخيه وعندي مشروع، اللي ماهوش امن المشروع هذا ما تصدقونيش ما تعطونيش. انا طالب من اجل قضيه اصلاح البلاد وتخريجها من الثنيه الغالطه اللي هي فيها، ثنيه الارتهان الى الخارج. وكنت نقول لك رانا متدينين 60%، البلاد اللي تحترم روحها المديونيه الخارجيه نتاعها ما تفوتش 30%، بلاد اللي كل شهر ما تعرفش على روحها باش تخلص الاجور ولا لا، ما هيش بلاد تحترم روحها. البلاد اللي الفاعلين الاقتصاديين الكلهم ستريس، اني في القطاع الموازي في ستريس لانه في كل وقت مخالف للقانون، واللي في القطاع المنظم في ستريس لانه ما يعرفش على روحه، مش يهبط على امبو يستثمر فلوسه مش يسترجعها ولا، الناس الكل خايفه، ازمه ثقه كبيره. احنا جينا من اجل اعاده بناء الثقه بالوضوح وسميناها هكا. مانيش تقول في الحوار الاخير انه الائتلاف الحكومي هذا ينجم يتوسع وقابل حتى لين نكمل حتى نجربه يتوسع كي يفشل، حتى لتو ماهوش فاشل. ائتلاف حكومي يحقق في نتائج، مش وزراء، ائتلاف حكومي سيدي يحقق اقل في نجاح، اقل نجاح من اقل نجاح من النهار الاول. يا اخي يا اخي كي عملنا احنا من النهار الاول، اما هذاك هو الائتلاف، والائتلاف ماهوش سهل، الائتلاف صعيب بطبعه الحكم الائتلافي صعيب. هنا نبنيو فيه، نبنينا على الصعيد الحكومي، ناكد لك لحمه صماء لعباد تخدم في البلاد، لعباد ثانيه الركبه من اجل البلاد ومن اجل التوانسه. على صعيد البرلمان مازال يلزمنا نزيدوا نستثمروا فيه، على صعيد الشعبي خدمتنا هي اللي مش تخلي الشعب عنده ثقه فينا. صحيح سيد رئيس الحكومه، انك طلبت من وزرائك وزراء الحكومه وزراء حكومتك انهم ما يتعداوش في وسائل اعلام غير قانونيه. صحيح برشا مناشير خرجتهم، برشا مناشير رجعوا للدوله هيبتها في علاقة بالدبلوماسية وفي العلاقة في الحضور في وعلاش تخلي هالقنوات غير القانونية مستمرة؟ ما زلنا هذا نشوفوا فيه، قاعدين ندرسوا في الوضع. سيد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية قاعد يقيم في الوضع وفي علاقة بالأيكا، وماناش باش نخليه الأمور هكا فالتة. شنو هي مصير قانون هيئة تعديل الإعلام اللي جبدناه لأنه كان عليه رجعتوه كان عليه واليوم سامحني بالمناسبة صار استعجال نظر في مقترح اخر في مجلس النواب، يظل يلزمكم اذا كان تحبوا أيوة ان القانون هذا يتعدد ترجعوه بسرعه الى مجلس النواب. ان شاء الله بسرعه ترجعوه. ما نجمش نعطيك اما بسرعه. على كل حال كي سحبناه نعرفوا روحنا شنو اللي قاعدين نعملوا، وكما قلت لك معناتها احنا راهو ايمان استقلال القضاء وحريه الاعلام ايمان.
ناس ناضلت من اجل هدايا، ناس ناضلت من الحلمه هدايا، نحبوا اون لا كونسولي، ما نحبوهاش تكون مشوهه، ونراو الحوايج اللي راهم مشوهين نحاولوا نصلحوه، وهدايا نهجنا، وهدايا ثنيتنا، ونقولوها للتوانسه، ومع عنا كان التوانسه هما اللي يحكموا علينا. باهي. اليوم تكلمنا شويه على التناقض داخل الحكومه، يلام عليك سيد رئيس الحكومه انه ما قدمتش او قبل جلستين نقاش جوز لوائح تقدموا في مجلس النواب الشعب، الاولى حول تدخل الاجنبي في ليبيا، الاخرى حول الاعتذار من فرنسا، وهي كانت في اطار المنافسه بين شقين سياسيين. تمت طلب راي رئيس الحكومه في هذا الموضوع يتعلق بالسياسه الخارجيه، امتنعت وامتنعت الحكومه عن ابداء الراي في هاتين اللائحتين، هل هو تقدير للخلافات او الاختلافات داخل الائتلاف الحكومي او خيرت عدم ابداء الراي؟ شوف انا الاجندة نتاعي نتاع الحكومه ما يسطرها لي حتى حد، احنا سلطه تنفيذيه، عندنا مشروعنا، ينجموا السلطه تشريعيه تطلبنا سواء في توضيح، في جلسه نقاش، في سؤال بدا راي، في سؤال شفاهي، في تقييم. اللوائح هذه امور تخص المجلس التشريعي، مبادره تشريعيه تعلم هكا، هي قررت في نظامها الداخلي اللي انا ما عندي فيه حتى دخل، وعلى كل حال انا بيدو ما يعنينيش برشا، مع هذا نظام داخلي ينظم عمل المجلس. راوا انهم يعلموا السلطه التنفيذيه، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، مش معناتها واجبي اني نعطيها، انا رايي نعطيه، راي عطيته قبل حتى من اللائحه نتاع موقفنا من القضيه نتاع ليبيا، موقف ثابت اعلنت عليه لعده مرات، اعلنا عليه عاود سيد رئيس الجمهوريه ارتأى انه نعملوا جلسه خاصه في 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 قصر قرطاج من اجل اعاده تدقيق الموقف التونسي في علاقه بالقضيه الليبيه، موقفنا واضح، الواش نزيد نعاود نعطيه؟ هما حلوا باب في اطار، معناتها في اطار ما نعرفش انا، وهذا امور المجلس، قضيه ما عطيتش فيها راي، الموقف ثابت من ليبيا، والموقف ثابت زاده من القضيه مع في قضيه فرنسا نفس الشيء، معناتها هذوما القضايا ماخذين فيهم موقف اصلي متاصل، ما هواش باش تدخلوا في هالعرك والمعروك وهل الخلقان وهك تشوف فضايح، معناتها الحقيقه في الاخر شنو الرساله اللي بعثناها؟ شنو هي الرساله في الاخر المحصله؟ حلينا بوبلي وفي الاخر ورينا اللي كاينه، معناتها المتلقي من برا كاينه ضد مع التدخل الاجنبي وضد الاعتذار الفرنسي، كي طاحوا زوز لوائح كان قاعد قام بس الحيط، هذا ما يسميوها احنا، هذا يلزم العباد ترجع للدوله، الدولة عندها مفهوم، نعم، وعندها ديما نقول هدوء، وفي الوضع اللي احنا فيه توا خلينا نتلهاو، رانا مشاكلنا كبيرة. مش نتلهاو توا، باش نحكيو على الانقاذ. سؤال سريع، شنو وتجاوزنا الوقت راهو معناها ما حسيتش به انا الوقت، ذكروني بربي بالوقت، ساعة وربع الآن من الحوار. شنو رأيك في دعوة مصطفى بن جعفر إلى المصالحة؟ شخصية وطنية، رئيس المجلس التأسيسي، إلى المصالحة على شكلة 2013، ويبدو أنه كان على عجل. والله ما نعرفش، هو شخصية وطنية محترمة، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، قصة متاع نضال منذ من قبل الاستقلال، عنده رأي يصدح به، ومهم أنه نسمع الحكماء متاع تونس رأى في الوضع هذا، كي رأى كيفاش الأمور قاعدة تتعكر، رأى قيم انه يلزم معناتها العباد ترجع لبعضها، يلزم العباد ما نعاودوش ندخلوا في هالصراعات، البلاد ما عادش تتحمل، البلاد ما عادش تتحمل الصراعات الهامشيه، وكما قال هو معها، هات نتعاركوا على ما ينفع الناس، هات نتعاركوا كيفاش باش نصلحوا ماليتنا، كيفاش باش نصلحوا اقتصادنا، كيفاش باش نصلحوا الفقر اللي ريناه المدقع، راهو معناتها اللي ريناه في الكورونا اللي احنا نعرفوه، اما ريناه راهو هذا اللي هو الاساس. انا اللي تحكي لي على اللوجيسيال، انا فما ديما قنبله نحكي عليها، المليون شاب ديما نحكي عليهم، وتوا قاعد نحضر في البرنامج ديالهم اللي هو منقور، انا عندنا مليون تونسي بين 15 و 29 سنه لا يقرا لا يخدم ولا في مرحله التكوين، هذا انديكاتور، هذه قنبله موقوته، هذا اللي يلزمنا نحلو لهم، نعطيهم امل،
انا اللي هذا الهاجس اللي عندي، وهذا اللي نحاول نلقى حلول وبدينا، وفما مشروع من اجل اعاده ادماج هذوما. باش نحكي على لوجيسيال تو قبل ناوي تعمل خطه ولا دونك باش نكملوا مع سي مصطفى بن جعفر، هو راه انه يعمل دعوه ما عندكش بها علاقه دعوه؟ لا بالكل بالحقيقه ما في باليش. في بالكش ناوي تعمل حزب او كتله؟ ابدا ابدا. انا عندي، انا قلت لك اليوم جاتني فرصه ربي حباك باش نوظفها 100% من اجل تصليح وضعنا وتصليح مؤسساتنا وتخريج هالمليون اللي نحكي عليهم والاربع ملايين التوانسه اللي 200 دينار اللي اعطيناهم، 200 دينار محدة في حياتهم، 200 دينار محدة في حياتهم، هذا اللي انا شاغليني وشاغلين الحكومه الكل. طيب ونستنبطوا في كل في كل ما ينجم يكون من اجل هذا. الباقي ما يعنينيش. العالم بعد الكورونا قاعد يتغير، وخياراته ونظرته الاقتصاديه واولوياته اليوم قاعده تتغير، وانت يكون عندك فهم وقراءه للتغيرات اللي قاعده تصير بعد الكوفيد في العالم. فهم الباحثين اليوم قاعدين يخدموا ايضا في العالم الكل على ما بعد الكوفيد. دونك اليوم البلاد لازمها تتاقلم مع التغيرات اللي باش تصير بلوجيسيال جديد. دونك بالظهر جا عندك اللوجيسيال انه باش تبدل، لازم يتبدل اللوجيسيال حتى في تونس. الاشكاليه اللي عندنا في تونس اليوم انه ما عندناش مشكلة تشخيص، ما عندناش مشكلة برامج بقدر ما عندنا مشكلة تنفيذ، آليات تنفيذ. دولة توعد تحط برامج يا اما تتأخر كثيرا في التنفيذ او لا تنفذ، ومشاريع بعد ما عادش تصلح لشيء بعد 8 سنين 10 سنين والمشروع ما يبداش. نعرف مستثمر في قفصة أجنبي قريب يهز دبش ويروح، ويذولي باش يهز دبش ونفس الشيء في القاصرين باش يهز دبش ويروح، لأنه حتى المشروع ما عادش مربح. هذا مستثمر خاص، فما بالك على المشاريع العمومية. هناك مشروع أيضا نعرف عندكم قاعدين تحضروا فيه لمحاربة القطاع الموازي، نعرف قاعد يحضر حسب تصريحات بعض من الحكومة وأيضا الديوانة. شنو اهم الافكار اللي فيه؟ عده اشياء يستنوا فيها اليوم الفاعلين الاقتصاديين. قل كنت اليوم قاعد تعمل لي في ضرائب، عملت لي ضرائب وانا دفعت، واليوم تقول لي هاو على الادخار باش 35%. اليوم يقول لك نحس وكانه فما كان انا ندفع، ما ريتش وحتى عملت لي اجراءات باش تعاوني في الوضع الصعيب هذايا، صعبت عليا الاجراءات. لالاستيسيتي ما فماش، يقول لك نمشي يقول لك اعطيني سي ان اس اس، خلص سي ان اس اس وخلص لامبو باش انا نجم ننتفع، وكانها معموله للشركات المزدهره، الشركات اللي عندها صعوبات ما تنتفعش، نحكي على الشركات الصغرى، كيف القهاوي وكذا. شو يقول لك؟ قلت باش نعطيك 200 دينار للشوماج تكنيك، ما عطيتنيش، لليوم ما خديتهمش. دونك هذوما الكل يتقالوا. دونك هذا الكل اليوم انت بتجي تقول لهم انا باش نعمل رولونس ايكونوميك، رولونس ايكونوميك الدفع الاستثمار في الوضعيه هذه نتاع الضبابيه، كيفاش تنجم توصلها لهم؟ وشنو هي رولونس ايكونوميك؟ شنو فيه اهم العناوين؟ شوف احنا كما قلت لك خرجنا من فتره نتاع صمود لمجابهه الكورونا واجراءات استثنائيه كانت اجتماعيه واقتصاديه، ثلاثه اهداف واضحين ما يجوع حتى واحد، واعطينا اعانات المليون و100 عائله ماليه و300 ألف عائلة عينية، والمحافظة على مواطن شغل، وحافظنا على 500 ألف موطن شغل من انتفع فيهم 120 باتيندا و300 120 ألف باتيندا و350 ألف عباد تخدم في مؤسسات. واليوم باش نحافظوا على المؤسسات الهدف الثالث، عندنا 11 ألف مؤسسة قاعدين ينتفعوا في أكثر من 25 ألف معناتها دوموند فيها ما يحب كريدي تو بونيفي وكل واحد ونوع. دونك هذا اللي عملناه في المرحله هذه. المرحله الجايه فما زوز تغييرات. اول حاجه الدوله يلزمها تقر اللي ما تنجمش تواصل في النهج هذا. الدوله اللي تحب تشرف على كل شيء وتعمل كل شيء وتعطي هي لوتوريزا الرخص وهي اللي تتبع وهي الواحد وهي اللي تستثمر وحدها، عازة اليوم يلزمها تقر بالبيروقراطية بتاعها كبلت المستثمرين والمتعاملين والمواطن في حياته. الدولة يلزمها تبدل من الدور بتاعها، هو بدل دور التسهيل، تسهل، أما كي تسهل
في الإجراءات وفي الرخص وفي البيروقراطية وفي كل شيء، وتراقب وتطبق القانون. هذا تغيير، هذا تغيير جذري جذري في دور الدولة. هذا عملنا جزء منه في المرحلة هذه من الرقمنة ومن كما قلت لك الـ 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 كل الإجراءات اللي عملناها ماشية في الروح هذه باش نواصلوا فيها. الدولة اليوم قدام وضع ما زالوا عندنا مؤسسات باش تتعب، وعندنا مؤسسات وعندنا معناتها عمال باش تخرج. الدولة لازمها تعمل فيلي، حاطين دي تور دو كونترول سميناها هكايا في وزارة الصناعة لمراقبة هذه قاعة العمليات اللي أشرفت على الكوفيد باش تواصل تشرف على وضعية المؤسسات ووضعية المشاريع اللي بها هي نحبوا نعاودوا نرجعوا الاقتصاد. عندك 60 ألف نجم يخسروا بال 4.5 أو 4.3% تقريبا، ما يقارب 60 ألف 70 ألف يد عاملة ولا عامل. قاعدين نتبعوا عاملين قلت لك أوبسيرفاتوار باش نشوفوا كل المؤسسات وإجراءات خصوصية للمؤسسة. وهذا ديما مازال في الفيلي، هذا مازال في مرحلة الصمود. مرحلة إعادة الإنعاش عندنا قطاعات واعدة، عندنا قطاعات اليوم معناتها في التغيير اللي صاير في العالم نجم تاخذ مواقع. عندنا مشاريع حاضرة معناتها طلب العروض صار بأكثر من 3000 مليار. هذوما باش نشرف عليهم وسأشرف عليهم شخصيا في الجهات باش نحيو كل العراقيل، لأنه هذا اللي باش يرجع الروح وباش يخدم هو الريزو نتاع الشركات الصغرى اللي هي تخدم معاه وهذا والكواش وكل تخدم جرك. عندنا مشاريع بين القطاع العام والخاص، وهذا كيف كيف اللي الدولة تحب تعمل وحدها كل شيء ما عادش قادرة. عندنا 10 مشاريع بكلفة 3000 مليار، ناس مستعدة باش تستثمر، يلزمهم ينطلقوا هذم الفلوس باش يعاودوا يرجعوا الروح. ثم يلزمنا الجانب انه معناتها إعادة الثقة. فما زوز مشاريع قاعدين نخدموا عليهم. المشروع الأولاني يهم الشباب، قلت لك هالمليون قاعدين نخموا في مشروع يهم على الأقل 500 ألف منهم باش نعاودوا ندمجوهم. لوتوب أونتربرونور المبادر الذاتي اللي هي ما هي كان جزء حزمة متاع التسهيل وتبسيط أن اللي كانوا يخدموا في الانفورمال يدخلوا في الدورة الاقتصادية بتبسيط. تدربة فرنسوية لوتو أونتربرونور طالبينها التوانسة، درستوا المجاعة متاعها طالبينها، درسنا اللي تنجم تقدمه، العمل الاقتصاد التضامني الاجتماعي والجمعيات اللي هي زاد عندها برشا عراقيل نقصوا من العراقيل. والحاجة الأخرى فما زاد التمكين، والتمكين هذا سواء بالتكوين، ويلزم التكوين ما عادش لعانات، يلزمنا نكونه ونعطيه للعباد من أجل أنه يخلق ثروة وما يبداش يحس في روحه يا أما مخالف القانون يا أما البيبان كلها مسكرة والعباد مسكرة عليه. يلزم القيود تتنحى، وقلنا هذا داخل فك الاقتصاد الريع واللي باش نكسروه بشوية بشوية، والدولة عندها جزء فيه، هالرخص وهالمونوبول وفما مواقع وهذا عندنا تصور كامل. وهذا الكل يجي في 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 إنفاذ القانون، والقانون هو اللي يلزمه زادة في نفس الوقت نعطيه المسؤولية، واعطينا المسؤولية ونجحنا في التجربة هذه. وهذاك علاش عندنا ثقة كي نعطيه المسؤولية ونراقبه ونعاقبه. أما إحنا الدولة في بالها هي مش متحكمة في كل شيء، وهي الاقتصاد 50% هارب عليها ولا الرقم كل 45-55%. لا والحقيقة أكثر، أنت سواء التشغيل يمكن برشا، أما الاقتصاد ككل كخلق ثروة ما يفوتش 30%، مش مشكلة مش ندخلوا في هالنقاش. هارب عليها مؤسساتها ودورها هي كلهم فالسين وهي تتفرج فيهم. دورها الحقيقي أنه البنية التحتية مشاريع معطلة كما قلت لك، لوناس مكتسبات كبيرة كونكريتمون فعليا. سيد رسول خمش أعطيك مثال حي تونسير اليوم يقول لك اعطيني 100 مليار باش نرجع نخدم كيما كنت نخدم عام الاول. لا شوف، نحب 100 مليار تو. هذا للتونيسير وغير التونيسير، ما فماش هذايا فلوس حرابش التونيسير. التونيسير عندها فلوسها وعندها مخطط حطته لروحها. وين وصل المخطط؟
وش عاملة في فلوسها؟ فلوسها اللي تملكهم، تملك البرة وتملك في تونس. وشنو المشروع اللي باش تحطه باش تخرج من الوضعية هذه؟ الدولة ما تنجمش تتحمل. الدولة دونك تبيع من أملاكها باش تنجم تعيش؟ تعمل مخطط. المؤسسة تملكها الدولة ما هيش مؤسسة عالة من المال العام، هذاك مالك أنت اللي أنا نتصرف فيه، هذاك مالك أنت اللي تخلص فيه. أنا ما نجمش نلوحه، أنا يلزمني نطلب نتيجة. اللي ما يعرفش يتحكم في الفلوس ما ينجموش يأمنوه على الشعب. وكرا مؤسسة ماشية في ثنية ومكسب وطني ونحب ونحافظ عليه. مسؤوليتك إنقاذ تونسيات رئيس الحكومة؟ إنقاذها على مبادئ جدد، مش إنقاذها على المبادئ الغالقين. هي تحط المبادئ الجدد. البنوك العمومية في 2013 تجربة اللي أنا عشتها كي كنت وزير مالية، صب الفلوس ريكابيتاليزاسيون، هذيك إعادة رسمنة البنوك، كل ثلاثة سنين نجي إعادة رسمنة البنوك، تاكلهم واعطيني تو. الأصول متاع المؤسسات العمومية أغلبهم سلبية. أنا اليوم مشروع لإنقاذ أنت تحطه وأنت تخطه وتقول كيفاش مش تمول وبعد نمشيه. ما فماش هذايا ناخذوا الفلوس وسننقذوا النقلة الرسمية وسننقذوا المؤسسات الاستراتيجية متاع الدولة، استاج والسوناد واللوناس كلهم استراتيجية، والتونيسات باش نقضوهم على قاعدة جديدة. ما هيش قاعدة أنه فلوس بيدخل شركاء من القطاع الخاص، مشروع إصلاح، مشروع بيدخل شركاء من القطاع الخاص، مشروع إصلاح نتفاهموا فيه، بيدخل شركاء من القطاع الخاص. هي فيها ديجا خاصة، هي 40% في الخاصة، هي التونسية اللي تحكي عليها هي فيها 40% في الخاص، واللي حط فيها فلوسه في باله باش يربح خسرها. تغيير الحوكمة، وانطلقنا في تغيير الحوكمة، تبغوا الوقيد مثلا، تغيير الحوكمة. الدولة عندها جزء وعندها مسؤولية. كي الدولة تقول أنك أنت تعطي دعم، الدولة يزمك تخلص. الاتحاد شريك مهم رأو في هذا الاتحاد، نحكيه بالشفافية هذه وبالوضوح هذه وعلى القاعدة هذه. إذا نحبوا نمنعوا المؤسسات هذوما وإحنا حريصين على تمنيحهم لأنه تبنيوا على سنين، هذاك مكسب وطني. ما نجموش نغزرولهم قاعدين ماشيين للهلاك وهما وصلوا وإحنا نتفرجوا وكأنه شيء مصير. يزم حاجة تتبدل، واللي باش يتبدل هو مشروع إصلاح. عملناه في البنوك ونجحنا، وشوف البنوك وضعيتها الحمد لله. بنوك العمومية نحكي، كي تولي لبس عليها نحكي. إذا راو أنه خوصوها باش فلوسها كانت استراتيجية في وقت نعملوا بهم حاجة أخرى، إذا راو أني استراتيجية ويزمها تزيد تتقوى باش نزيدوا نحطوا فيها الفلوس. وحالة بكل حالة وحدها. أما اللي بنيش باش تقبلوا به هالمسؤولية اللي هي ما نعرفوش هل هي من حوكمة المؤسسة ولا من سياسات الدولة، إذا ما توضح الدولة عندها مسؤولية والحوكمة عندها مسؤولية ونصلحوا الزوز ونعملوا مخطط. أنت حددت شكون يحكم في المؤسسات العمومية؟ شنو حددت؟ تعرف شكون يحكم في المؤسسات العمومية؟ أنا أول حاجة المؤسسات العمومية اللي معارقلينها بقانون متاع ما تنجم تعمل، حاطينها في منافسة وهي ما تنجم تعمل حتى شيء. أنا نفكرها في البنوك ونحينا، لا تنجم تجيب كوادر وتخلصهم بالقدا، لا تنجم تبدل حتى الأورجانيغرام، لا تنجم تشري بصفة عادية. معقول عندنا 8 طيارات ولا 9 طيارات والبقية الكل ناخذونهم في البياسات بتاعهم ونصلحوا بها؟ كله هكا، كله بريكولاج، البلاد كلها في البريكولاج. بالنسبة ليك لازم حوكمة مغايرة، الدولة عندها سياسة عمومية تتحمل تمويلها. الحوكمة يسمى حوكمة من مجلس الإدارة اللي ديجا عملنا، أعطيها الإمكانيات بالقانون. عملنا أمر باش نبدلوا مجلس الإدارة، هذايا مجلس الإدارة سلطة تاع أورونتاسيون، مش تسمية هكاك نتاع ماخذ خاطر ونتاع امتيازات. العباد اللي باش تجي هذا اللي صاير في المؤسسات العمومية الكل، وهذا يتبدل ديجا بأمر خرجناه. تغير، فما شروط باش تبدا تكون في مجلس الإدارة، ويزم يكون عندك تصور للشركة هذيك، سواء للممثلين تاع العموميين سواء للي هما من الخاص. ويزم الحوكمة نسهلوا لها. علاش قلت لك ان الدولة ما تنجمش تسهل دو في باش تشري قطعة في تونسير مثلا؟ كيف 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 كل شيء وفاء. يلزم الدولة تقعد هي مالكة عادي أجانس تتحكم في هالمساهمات الدولة بصفة مسؤولة. معقول، اما هالتصرف هدايا الغير حكيم هدايا الناس ماهوش معقول. هل قلت البورت متاعنا ماهوش معقول من كل الاقتصاديين؟ هذا في 85% من معاملاتنا. تونس كوجهة، وزير التجارة اليوم قال حتى الفساد ويتعدى والتهريب يتعدى 80% ولا اكثر منه عبر الابراد. تونس كوجهة استثمارية
ما هيش على كفاءاتها ما يجيوهاش المستثمرين، ما هيش على مؤسساتها الديمقراطيه ما يجيوهاش المستثمرين، ما هواش على لامبو نتاعها ما يجيوهاش على اللوجستيه نتاعها متاخره ومتخلفه، ما يجيوهاش على الحوكمه الغير رشيده وعلى عدم الاستقرار اللي صاير اللي العباد ما تعرفش على روحها البلاد، البلاد شكون يحكم فيها وين ماشي. النتائج عند شكون البورت؟ ها؟ البورت مثلا النتائج عند شكون؟ عند برشا عباد. وماهوش باش يستمر هذا. نرجعوا نختموا. نرجعوا نختموا باش نحافظوا على المؤسسه هذيك. نرجعوا نختموا ونرجعوا اللي احنا عندنا امكانيه نهبطوا 15 ان 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 كونتينر في الساعه ما نهبطوش اربعه ولا خمسه كيما تو. يلزمنا نهبطوا 13 ما يسالش 80% 14 اما ما نهبطوش خمسه ولا سته. ما ندفعوش 1000 مليار في العام بالعمله سوريستاري. ما ندفعوش 1000 مليار يعني كيف؟ مليار سوريستاري في العام 800 واش قريب ال 1000 مليار انت والعام بسبب التاخر نتاع معناها بالطبيعه الفراغ و شوف هذه الثنيه، هذه الثنيه اللي وصلتنا لهالمديونيه اللي وصلتنا لهالمديونيه هذه. الدوله لازمها تسهل والدوله تراقب والدوله تطبق القانون. ال 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 الاعانات تصور انه اعانات اجتماعيه وفيها الدولة يلزمها ترجع العباد تستثمر والعباد تخلق الثروة والعباد تعطي لامبو، يلزمها تطور في القاعدة ويلزمها تدخل العباد، هذا التصور. والحاجة الثانية الدولة يلزمها تكون رمز الحوكمة الرشيدة في ممتلكاتها وفي المال العام وفي الأراضي نتاعها وفي الديور الثقافة نتاعها، ما تقعدش الدنيا كلها هالكة وهي تتفرج فيهم. هذو ثلاثة قواعد اللي مش نبنيو عليهم بنفس الأسلوب: المسؤولية، التشريك، الاستباقية، الجرأة. هذوما خذنا بهم معركة وربحنا نعاوضوا نكملوا بهم. وعملنا اليوم مشاركين العباد الكل أكثر من 350 معناتها إداري وخبراء ومسؤولين قاعدين نتقاسموا معاهم هالخطة هذه تاع الإنقاذ وإعادة الثقة. وقتاش تتنشر سيد رئيس؟ إن شاء الله في من هنا لآخر الشهر باش يتم نشرها، وعندنا قانون مالية تكميلي زادة باش يتم نشره، وان شاء الله ننطلقوا في تفعيله. من التكميلي نفس الشيء في الايامات المقبله من هنا، وفي نفس الوقت ننطلقوا في تنزيل الخطه هذه باسلوب اخر كما جارينا الكورونا باش نجاريو هالسته تسعه اشهر هذوما، مراقبه تفعيل كل الاجراءات اللي باش ناخذوها، مراقبه لصيقه من اجل اني تتحط على ارض الواقع ما تقعدش حبرا. وننطلقوا في وضع الخطه نتاعنا لبناء مستقبل تونس اللي نحلم به واللي عندنا كل الامكانيات. كان عندك تصريح في حوارنا منذ قليل، قلت راو وقت الكورونا وقت قعدنا نتناقشوا على وين فما تجمعات وين كذا، قلت كنا نتبعوا في التوانسه عبر لي بوس تليفوناتهم ونشوفوا وين فما الاكتظاظ، وهوني فما ملاحظات اليوم توا قاعده تصير انه قاعدين تراقبوا في التوانسه. قال لي احنا اول حاجه ما نعملوا حتى شيء مخالف القانون، مشينا لهيئه النفاذ والمعلومه وهي اللي صادقت على التصور هذا، لانه احنا ماناش احنا نشوفوا في دي بيوس ما نعرفهمش شكون العباد، نشوفوا في تجمهرات وهذا الكل تحت رقابه الهيئه النفاذ الى المعلومه، وتنجموا تستدعيوا وتسالوه. احنا ما نعملوا حتى شيء خارج على القانون، ارادتنا انه البلاد هذه يرجع فيها القانون. فصل 70 كي طلبناه من اجل انه كل المعطيات الشخصيه ولا الزوز المعطيات الشخصيه، هذول اكثر من النفاذ الى المعلومه، المعطيات الشخصيه الزوز. احنا جايين من اجل تطبيق القانون، نبداو برواحنا وهذاك اللي عملناه واللي عملناه في اطار القانون. كل الاجراءات اللي خديناها عندها مرسوم يعطيها الغطاء القانوني، وهذا اللي باش نواصلوا فيه بالمسؤوليه وبالجراه وبالتفعيل، ما يقعدوش حبرا على ورق. وما فماش انجازات تصير من غير الاراده والجراه. كان نقعدوا نتردوا رانا مازلنا حتى لتوا ما سكرناش البلاد، وكان قعدنا نتردوا رانا مازلنا في الحجر الصحي الشامل. ما فماش تردد، فما مسؤوليه، فما تقييم، فما علم، فما تشريك العباد الكل، وفما ثقه في كنف الشفافيه مع المواطن. طيب والمسؤوليه اختم برشا اسئله ممكن كان لازم نطرحها، ولكن زلنا برشا وقت باش نكملوا الاسئله الكل. اختم بسؤال اخير: توانسة يهربوا فلوس من الخارج، هذه قضيه من القطب القضائي وبالتعاون هذا مع الابحاث الديوانيه، مثلا اليكانتيا الاسبانيه في اسبانيا، توانسه هزوا كذا معناها مشاو خذاو ديار غادي وحاولوا منقولات واموال وكذا في اطار تهريب عمله.
في الأثناء عند القانون في مجلس النواب الشعب عنده عام ولا عنده عامين موجود في مجلس النواب الشعب اللي هو قانون الصرف. أيضا قضية عملية قرطاج ما عرفش كان سمعت بها وتبعتها، وهي كيف استعمل فيسبوك من عند التوانسة وأجانب تدخلوا في الشأن التونسي من أجل توجيه الرأي العام والناخب التونسي، ممكن حتى أنت راك تضريت منها الانتخابات الأخيرة، ولكن يستعملوا السب والشتم والثلب وكذا، وهذه فلوس ضخمة وشركات كبار. الدولة التونسية تصور هل باش تتحرك باش تحمي الديمقراطية كما في عدة دول عملت اتفاقيات مع فيسبوك لتنظيم الحملات السياسية على فيسبوك، واليوم فما اتفاقيات مع ألمانيا مثلا تنجم تعرف شكون وراء الإشاعة والثلب، شكون خلص الفلوس، شكون خلص الفلوس باش تصير عملية كيما هكا. هل فما الفكرة هذه مطروحة عندكم؟ شوف احنا أول مرة في تونس باش تكون للحكومة وللدولة سياسة جزائية، كنا نخدموا من غير سياسة جزائية، احنا توا نكتبوا في السياسة الجزائية وسيتم الإعلان عليها، نشركوا في العباد سيتم الإعلان عليها نهار الخميس الجاي باش تتعدى في مجلس الوزراء وسنعلن على سياستنا الجزائية. شو معناتها سياسة جزائية؟ هي أولويات الحكومة في المرحلة الجاية، وحاطين ثلاثة أولويات حطيناهم في الوثيقة التعاقدية. أول حاجة مواصلة الحرب ضد الإرهاب، الثانية هو محاربة الفساد ما غير برشا كلام اللي نعملوا فيه إجراءات، وتوا نحبوا نعطيه أولوية للسياسة متاع الجزائية متاع الدولة، محاربة الفساد بأنواع وخاصة الفساد السياسي، وهذا موجود في الوثيقة التعاقدية. والحاجة الثالثة هي الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات، هذه ثلاثة أولوياتنا لازم نحب نحطوها سياسة جزائية، يعني النيابة العمومية تخدم في إطار هذه أولوية الدولة. وثاني حاجة حطينا الإمكانيات وبدينا نحطه في الإمكانيات، حطينا الإمكانيات للقطب القضائي المالي قاعدين نحطه له في إمكانيات أكثر من خبراء وغيره، وقاعدين عملنا معناتها مصالح في الشرطة الجزائية الخاصة بمكافحة الفساد، وأي حاجة تخرج من الدوسي هذا ولا هذا يتعهد بها القضاء، وإحنا ما يلقى منا القضاء كان الدعم من أجل حلان. وكما قلت حتى الحكومة هذه كان عندها قوة حتى حد ما وعامل عليها مزيه حتى وما يبش تدخل حتى حد، اللي يعمل عملة يتحمل مسؤوليته والقضاء إن شاء الله يكون بالنجاع وبالسرعة لتطبيق القانون حتى يتمان المواطنين ويتمانوا التوانسة اللي البلاد متاعهم فيها قضاء أول حاجة مستقل وقضاء ناجع. وأنا طلبت طبعا منذ جمعتين كل القرارات الإدارية والأحكام الباتة جرت فيهم شنو تنفذ وشنو ما تنفذش من الوزارات الكل اللي هما اللي عندنا مسؤولية احنا فيهم، معناتها من اللي جينا نحنا باش يكون عندهم أولوية. التراكمات فما جزء بالك شي يزمو آلية نشوفه، وفما جزء يزمو يتنفذ. الإفلات من العقاب آفة أنه راهو ما نجمو نبنيو حتى شيء إذا ما ترجعش الثقة في أنه البلاد هذه فيها القانون يطبق، وهذا أسس العمران وأسس البناء، وهذا اللي نخدم عليه بهدوء ما نتكلموش ياسر، برشا عباد يلوم عليه شبيك ما تخرجش ياسر، نخدمه نعرفوا واحنا اش قاعدين نعملوا، نعرفوا الثنيه اللي ماشيين فيها وربي يوفقنا. وقتاش تحب التوانسه يحاسبوك؟ قل الاجانب اللي تطلبوا باش يحاسبوك ديما 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 على طول على طول على طول يحاسبوا ينتقدوا يقيموا يشوفوا احنا في معناتها هذا احنا الفكره هي الوضوح اللي نعملوه نقولوه، والهدف هو الثقه. ما انا مش نجم كان تونس فيها مشكله هي مشكله ثقه في كل شيء، في المستقبل وفي الحاضر وفي السياسيين وفي الاعلاميين والسياسيين بين بعضهم، يلزم نخدموا ان نرجعوا الثقه. كي ترجع الثقة البلاد هذه نجم نمشيو بها لبعيد ياسر ياسر، وهذا اللي نخدم عليه وربي وفقنا فيه، وفقنا في جزء وهنا مواصلين في نفس الثنية. شكرا جزيلا، شكرا يعطيك الصحة، شكرا بارك الله فيك، شكرا.